صبر صافي الماني صافي الله يلعب بحال حاسه قسم بالله. قولوا لي اين النوع ديال الكلب تبغيوني نشري؟ خوتي هذا الفيديو هذا ما كنتش كنتخيل شي نهار غادي يجي وغادي نديرو بالطريقه هذه. ما عرفتش كيفاش غنوصل لكم الميساج. المهم اخوتي جانا واحد السفر على غفله، وقبل ما نعاود لكم ونقول لكم اخوتي صعيب عليا والله، والدراري راهم معايا اخوتي. سعدوش امين مروان خوتي السفر هذا جا على غفله، وغادي نودع ديانا اخوتي وغادي نخليها هنا في المغرب. غادي نتوحشها بزاف وانتم عارفين اخوتي ديانا شنو بالنسبه ليا، ولكن اخوتي كنوعدكم باللي كيف غادي نتانستال في البلاصه اللي غادي لها ان شاء الله غادي نجيبها عندي نتوما عارفين اخوتي. المهم راه الصاعي معايا اخوتي حتى هو اللي كيصورني اليوم ان شاء الله اخوتي. غادي نشدو الطريق غادي نمشيو، غادي تكتشفوا معنا البلاصه كاملين. غادي يمشي معايا غير سعدوش والصاعي اخوتي، و عرفت اخوتي كيفاش غنقول لكم. صراحه صعيبه عليا بزاف. دابا الصاد كما قلنا في اقرب وقت غادي تجي عندنا فوالا، في اقرب وقت اخوتي غادي تجي عندنا ديال ايفون انستالا وان شاء الله غادي تجي عندنا ان شاء الله ما يكونوا. وانتم عارفين اخوتي هادشي كامل على قبلكم باش نطوروا من الكونتوني وبزاف د الحوايج، اذا كنخمم لكم وغادي نخلي ديانا. تخيلوا معايا اخوتي في هاد الايامات كامله كندخل للدار مع كنشوف ديانا كنتفكر انني غادي نسافر، وطراو بزاف د المشاكل باش تعرفوا، طراو بزاف د المشاكل اللي عكسوا بالسفر. ولكن اخوتي الحمد لله بشويه بشويه بقات كتيسر. مثلا الباسبور اخوتي توضر ليه، تخيل معايا بقيت كنتسنى في الباسبور يخرج. تخيل معايا في سيمانه وانا كنخرج نتسنى في الباسبور يخرج وشحال من حاجه اخوتي، ولكن الحمد لله تيسرات. واليوم ان شاء الله عندنا الطياره لواحد الدوله مهم تقدروا تكونوا عرفتوها عند الصاعي. الناس اللي متبعين الصاعي غيكونوا عارفوا، الناس اللي ما متبعينش تبعوا معايا وغتعرفوا ان شاء الله فين غادي نمشي اخوتي. المهم اخوتي شوف كما قلت لك الصاط في اقرب وقت غادي تجي عندنا، يعني ماشي شي حاجه ما نبقاش فيك الحال. الصاط راه عادي على طرف من حتى حنا راه كلنا توحشنا والله سبحان الله طرف من انا غادي باش غريب باش عرفتها غنجيبها معايا بغيتي غندوز للكازا باش نجيبها معايا. يا الله امين ترجل معاك يا الله. عرفت اخوتي الدراري زكريا الامل الواحد زكريا زكريا اليومين هذه كامله اخوتي كيبكي والله الا بقى في الله العلي العظيم. عرفتي ولكن دابا بغيت نسولك واحد الحاجه، واش عمرك انت في حياتك زعما تفارقتي معاه ولا شي لعيبه؟ عمرنا صح ربي يوسع كاع الا طولت وانا راه مشيت لاكادير وديتها معايا بقى صح واش ديما تجيبها معايا تلقول الميم ودو هذاك الشيء اللي دوزنا راه ما يمكنش صح. ولكن الحمد لله غتبقى انا الحاجه الوحيده اللي مهني منها هي غتبقى في ايادي امينه. تخيل معايا غتبقى مع امك وفهمتي يعني امك راه ما غتهلا فيها ورا في اقرب وقت كما قلنا راه غادي تجي عندك وهي اصلا ان شاء الله. شحال دابا هي في عمرها؟ شحال دابا هي عندها عامين عامين وشهرين وكي قلت لك الوالد الحمد لله انا مرتاح. علاش؟ حتى تبقى مع الوالده هي اهم حاجه. ما نخليهاش مع شي واحد، حيت الا خليتها مع شي واحد يقدر يقول لك صافي اخويا غنرد ليها البال، ولكن رد ليها البال السيمانه السيمانه الثانيه يعني تدري. ولكن انا مهني من هذه الناحيه حيت مخليها مع الوالده، واخا انا عارف راسي غنتوحشها ديال بصح، ولكن كيف صراحه ما بلاصه ان شاء الله غادي ان شاء الله. شهرين انا شفتها ولفتها صافي عرفتي راه ملي بغات تمشي بقات كنبكي ما كانش كيسحب ليا صاحبي كتعني لي هذا الشيء كامل. والله الا حتى انا والله الا حتى انا تصدمت صافي ما عرفتش صافي اخي نان راه جبتها صاحبي شحال شحال جبتيها في عمرها؟ جبتها عندها 3 شهور صاحبي ودابا عندها بنادم صاحبي راه شاف كل شيء فيديوهات ودوزنا دوز شي حوايج اللي ما يمكنش فهمتي شي حاجه اللي دوزتي معاها شي حوايج اللي ما عمرني دوزت هذاك الشيء اللي كنت باغي ندوز في حياتي دوزته معاها فهمت اي حاجه اي حاجه معاها ركبنا في اي حاجه ترابورتور مشينا خيمنا في الخلا ما خلينا ما در يعني شي حاجه اللي صعيبه بحال بنادم ولكن كتبقى احسن من هذا ما هكا والله نقول لك انا البلان نقول لك البلان دابا المهم خوتا باش تكونوا عارفين كانت ديانا غادي تمشي معنا اخوتي، ولكن احنا ما عارفينش اصلا فين غاديين الدراري. قلنا حتى نتاصطالوا عاد تجي عندنا حيت ما بغيناش نكرفصوها معنا ونعيوها معنا فهمتوا الدراري. هذا هو البلان، ما راه كانت ديانا غادي تمشي معنا وكل شيء، ولكن ما عندنا ما نديروا الدراري. خاصك الصاد تشري شي كلب ان شاء الله والله ان شاء الله. الدراري قولوا لي في لي كومونتير ما غاديش يكون بحال ديانا طبيعه الحال ديانا راه كتبقى في بلاصه، ولكن نشريو كلب اللي بما انك انت عزيز عليك الكلب خصك ضروري تشري كلب ضروري خصني كي نوصل لهذيك الدوله اللي غادي نمشي لها نشري كلب. وخصكم تعرفوا اخوتي ديانا راه بامكاني دا، ولكن خوتي ايماجينيو معايا اجدا غتنزل من الطياره انت نازل اصلا لدوله جديده ما عارفش اصلا انت فين غتسكن. يلاه غتسكن وما عندكش فاش تهزها في طاكسي يعني طاكسي ما كيهزوش تما حتى شي واحد ما غادي غيبغي يدوي معاك شي واحد سلام سلام شنو تقول لي باغي نهز الكلب غايقول لك واحد
1000 درهم ولا 1500 درهم باش يديبلاصي لك غير كلبه. اذا الا ما كنتيش مانسطالي وعارف راسك فين غتحطها يعني خصني على الاقل نكون شي واحد غيت لك ما خصنيش نسخسخها معايا غادي وحنا اصلا ما عارفينش راسنا فين غاديين غاديين على الله فهمتي غاديين باش نديروا الكونتوني ليكم اخوتي هادشي كامل على قبلكم والله اخوتي الا هادشي كامل على قبلكم انا واخا جاتني قاصحه وبزاف د الحوايج وغنصبر غادي نصبر انا عارف راسي وغنولف هادشي اللي كاين اخوتي ادي خويشه شفت لكم الدراري صافي صافي اخو لا 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 صافي الدرجه الله صاحبي الدرجه اخي هادشي صافي ماشي لا الله يحشم خرج حل ديانا حل ديانا صافي اسان ولا لا صبر 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 صافي ماني صافي اسان صافي اخي شو 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 زكريا ما تبكيش غنجيبها معايا واش غنجيبها معايا صافي صافي شوف دير بحال ما طرا والو دير بحال ما طرا والو دير بحال ما طرا والو فهمتي ما يبقاش فيك الحال كيما قلنا السطر في اقرب وقت غادي تجي عاد الصاد صراحة هي صعيبة الصاد والله إلا صعيب شوف خوتي شوف خوتي حنا راه غير آمين الدراري هو شحال جالس معنا خوتي وبقى فينا الحال فاش ما غيمشيش معنا علم الله ديان علم الله ديان شو وات ذا فاك الصاد حسيت بشي حاجة والله إلا حاسة بشي حاجة ناري صاحبي شو مسكين شو بحال والله إلا بحال حاسة قسما بالله الصاد وات ذا فاك صاحبي شو 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 شوف البلان اللي قلت لي شوف البلان اللي قلت لك هو اللي كاين الصاد وليكلي اقرب وقت ان شاء الله اخي زكريا غادي يجي عندنا ما يبقى فيك الحال ان شاء الله وديانا راه كتبقى واحد الحاجه زوينه فهمتي في حياتك عادي ماشي شي حاجه خوتي فهمتي باش يقول لي بنادم في لي كومونتير خلي شي ولا شي حاجه والله اخوتي حتى شي حاجه صعيبه عليا وحق الله وكيما عندك ما شوف البلان اللي قلت لك الصاد في اقرب وقت غادي تجي عندنا على حسابي ان شاء الله وفاش غيكون امين جاي ان شاء الله راه غيجي معايا غنجيبها معايا شوف انا شوف كنواعدك كنواعدك الصاد بلا نكون جاي غندوز لكازا باش نجيبها معايا غندوز حتى للدار باش نجيبها معايا ولكن الصاد بغيتكم الدراري تهبطوا لي كومونتير وتقولوا لنا شنو النوع ديال الكلب اللي بغيتو ياخذ زكريا خوتي ديانا راه ما يمكنش نفرط فيها راه كتبقى هي الاصل شكون بقى يجيب لنا الحجر عيب لنا الكلام شكون غادي دير اخي زكريا نوض ورينا اخويا الدريساج اخر دريساج مع ويلي ولنا اخوتي بقات لينا تقريبا 4 السوايع باش غادي نمشيو يلاه نوض 4 السوايع عندنا الطياره يلاه نوض يلاه نوض يلاه نوض يلاه ورينا الدريساج يلاه نسى نسى صاحبي يلاه هذيك زكريا ويلي ويلي يلاه سير ويلي اخر اخر دريساج اخويا يلاه سير ويلي ويلي ماري كان انت عاوتاني الدريساج ويلي زيد زيد ويلي لا لا الله يتشا والله الا بقى فيا الحال قسما بالله الصاد في هاد اللقطه والله الا بقى فيا الحال وي لا صاحبي صراحه خويا صعيب تخلي بحال هاد الكلب والله زوينه صح والله يتزوين عرفتي اخوتي حنا راه دوزات معنا غير شويه ولفنا على الله زيد ولفنا بزاف والله صاحبي راه ما يمكنش شوف 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 حتى راه لم اتش كاع كندوي كنقولها والو صافي والله ما والو والله الا بقى فيه الحال انا اتش درني البك يا صاحبي الرجل صافي علق اخر تحليقه ما عندك ما دير اخي زكريا الشنيقه مكنه صافي تخلقها صافي 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 تلقى قويتي شو شو نسلم عليها يلا سلم عليه سلم عليه ويلي ويلي غتسلم عليه عاوتاني ويلي 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 عاوتاني يلا يلا سي ديانا الله يلا زوينة الله يلا زوينة بوها والله اخوتي سي زوينة شي الحيسة اخر الحيسة خويا الحيسة الله يلا شو شو وين كنش الصوت المهم الخوت ها هو زكريا كما كتشوف الدراري مصباح كيف كي الدراري والله يلا بقى فينا ديال بصح ولكن شوف اخي زكريا كما قلت لك ان شاء الله في اقرب وقت غادي تجي عندنا وغادي نزهو مع ديانا عاوتاني شوف ان شاء الله ما يكون الخير الصوت المهم اخوتي ضروري ضروري تقولوا لي ان النوع ديال الكلب تبغيوني نشري في لي كومونتير ضروري ويلي ويلي عاوتاني شنو غيكون ذكر ولا انتوا هما يقولوا لي واش بغيتو ذكر ولا انتوا كاين نوع اللي بغيتو هبطوا لي كومونتير وقولوا لي غيديرها هو ان شاء الله في السيستا ديو معنا سوبوني راه غندوي معنا بغيت نبدا معايا والله المهم اخوتي حتى هنا كون وصلنا لافان الفيديو ما تنساوش ديروا واحد لايك ابوناو وفعلوا الجرس كنبغيكم ديال بصح باي